يا جماعة وعقبال الفرحة الكبيرة. الجملة كم مرة ناوي تقولها اليوم؟ كم مرة صرت قيلها من أول الغدا لهلا؟ شي 25 مرة. إيه بعد في 25 مرة لحين. وها مبروك يا جماعة وعقبال الفرحة الكبيرة، بعد في 24 مرة. يا بيي شو سائل كيسك؟ حرام عليكم، ليه عم بتهجموا هيك لهالمعطر؟ عم ببارك لنا ومبسوط فينا. عجبي؟ ما في شي ببين معه. معلش يا جماعة، بس كريم متضايق شوي من اللي صار معنا قبل ما نجي لهون. ليش عم تحكي بالموضوع؟ ليش لا؟ ليش وصار؟ مرقنا على الشركة وكان لقاءن لقلنا مشكل هالقد. اللي صار شو صاير لك؟ ليش بدنا نخاف نحكي بالموضوع؟ لأنه موضوع تافه. ما زاله تافه، خلينا نحكي فيه. إيه معها حق. كريم، هالموضوع بالذات ما لازم نخاف منه. عم بيسألوه أصحابه اللي بيشتغل معه واللي من عمره كيف بيرتبط فيي انا هالقد كبيره عنه. خلص بقى، ما بحب احكي بهيك مواضيع قدام العالم. كريم، اذا رح يصير مشاكل بيناتنا رح يكونوا بسبب الناس. لازم نكون صريحين ونحكي قدام الناس. هذا الموضوع كثير مضايقني، ما بعرف ليه مصره تحكي فيه. لا ماني مصره، بس كنت حابه اشوف قد ايه قادر تاخذ الموضوع بهالبساطه. كنت حابه اعرف قد ايه مقتنع فيه ولا لا. الله يا الله، ألف مبروك يا جماعة وعقبال الفرحة الكبيرة، وهي بقي لنا 23 مرة، قريب الفرج. صحتك هي كريم، الله يخليكم.